ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الثلاث 21 فبراير شباط 2023، هتلاقي شوية دعم مفيدة جدا ليك واللي هتوصل بيها لأقصى حد ليك في الشهر اللي جاي. اليوم يوم حلو للإجراءات والاتصالات اللي بتبقى عندك. بالنسبة ليك عاطفيا، انت هتبقى عندك طليعة واضحة في شغلك وفي عقلك، مليانة بالغموض في الحب النهاردة اللي بيعتبر رومانسي. عندك مسل عليا كتير، الوقت حلو عشان تبتدي في انك تسد الفجوة اللي بتبقى ما بينك وبين أحلامك وبينك وبين واقعك. خطوة بخطوة هيبقى فيه تفاصيل كتير هتبتدي تظهر. بالنسبة ليك هتبتدي تخرج من التزامات كانت بترضيك كتير في الفترة اللي فاتت، هتتصرف فيها بسرعة. الراحة اللي بتبقى عندك حقيقية وهتبقى في أفقك بشكل واضح. هتشتغل بجد عشان تعرف تدافع عن اهتماماتك، هتبقى بتحصل على طمأنينة لو استمريت في ثقتك بنفسك في الفترة الجاية. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى، السماء وقائية جدا، هتركز على كل أسرتك وكل بيتك، ممكن يوفر ليك أفكار كتيرة للعقارات والديكورات اللي بتبقى عندك. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية، رغباتك قوية لكن ممكن تبقى أنانية جدا. في يوم خاص لرعايتك هتدي لنفسك شوية من المتعة الشخصية فيه. بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة، جوك محير جدا، في ردود أفعال عاطفية جدا، هتبتدي تفتقر للحس العمل اللي فيها، هيتسبب إلهاء واضح، في أحلام يقظة، في إنك تقع في حوادث كتير في بالنسبة طريقك. لحركة الكواكب اليوم، هيقضي يومه بيتماشى مع نبتون القمر، وهيجيب لنا حاجة إننا نسترخي ونمشي مع التيار، في حين إن هيكون موقع القمر لطيف جدا، ساحتنا هتبقى مناسبة مع عطارد، واليوم هيبقى بيضيف مفاجآت وتوترات لأنماط تفكيرنا ومحادثاتنا. حواسنا جديدة فيها تحفيز واضح، ممكن يكون فيه ومضات مفاجأة في البصيرة اللي عندنا، أفكار جديدة كتير هتبقى عندنا لكن هنخطط ليها بشكل كبير علشان ما تتكملش بشكل مختلف، يبقى عندنا نفاذ للصبر مع كل الأمور الروتينية اللي بتبقى في حياتنا. هيبقى محتمل ان نبقى عندنا تنظيم وفظاظة اكتر في الفترة دي. القمر يعتبر هيظهر لينا معلومات هتبقى بتزعجنا في وضعنا الراهن، لكن عبوره هيبقى بيحفز عقولنا اكتر عشان نتشجع ويبقى عندنا طرق جديدة للتفكير، لغاية ما يدخل القمر برج الحمل في اليوم الاربعاء.